تقع هذه القرية في ضاحية بمقاطعة هاريانا في شمال الهند حيث كشف إحصاء أجرته الهند أخيرا أن نسبة عدد الذكور إلى الإناث في القرية تعادل ألف شاب لكل 770 فتاة وهي أقل نسبة من نوعها في البلاد تذهب كثير من النساء الحوامل إلى عيادات خاصة لمعرفة ما إذا كان الجنين أنثى. ولتجنب المشكلات في المستقبل، يقدمن على إجهاض الأجنة في أرحامهن. أود أن أطلب من الحكومة إغلاق تلك المراكز التي توفر أساليب تشخيص جنس الجنين. وفي كل الأحوال، يتعين ألا يسمح لها بكشف جنس الجنين، ولا بإجهاضه إلا لضرورة طبية. قبل 17 عاما حظرت الهند استخدام اساليب كشف جنس الجنين، لكن مع تنامي القطاع الخاص تقول الحكومه انه يصعب مراقبه عمل تلك العيادات الصغيره. الدكتور بهارات سينغ المسؤول عن تطبيق هذا القانون في المقاطعه يقول ان هناك مصاعب اخرى ايضا. يصعب تطبيق القانون، اذ يسمح لسيارات الاسعاف الصغيرة بحمل أجهزة الموجات فوق الصوتية، ونحن نخشى أن تجري أغلب عمليات اختيار جنس الجنين بعيداً عن المستشفى وتحت جنح الظلام. يقول ناشطون مدافعون عن حقوق المرأة، إن القانون وحده لا يكفي لمنع إجهاض الإناث قبل ولادتهن. ويضيفون أن المشكلة تكمن في عادات المجتمع. يلزم أغلب نساء هذه المنطقة البيت، ولا يتمتعن باستقلال اقتصادي، وليس لهن أدنى حق في ثروة الأسرة، لذا، وبسبب تقاليد المهور، ينظر الآباء الهنود إلى الإناث على أنهن عبء. يقر شيوخ القريه بتفضيل المواليد الذكور على الاناث فهم الذين يحملون اسم الاسره في المجتمع الهندي ومع الميل العام نحو اسر اقل عددا ينظر الى الذكور على انهم تاشيره عبور الى مستقبل اكثر امنا